صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من ساحة المارشال اللي بعد اللايفات شوف تي في قناة الشعب شوف تي في. يعني ساحة المارشال حملة أمنية، ساحة المارشال فارغة تماما من كل، يعني فارغة من جميع الأشياء الخطيرة اللي كانت فيها. ساحة المارشال كيوقعو فيها شي أمور خطيرة، منها ظاهرة القاصرين وكذلك أصحاب السلسلة.